اتوقع انه يقوم ترامب بضربه اخرى للنظام، اما انها رده فعل على كيماوي خان شيخون فقط لاستقطاب الراي العالمي. ضربه ترامب عباره عن رده فعل للروس لاعاده الهيكليه له، بانه نحن موجودين هون. قبل ما يضرب المطار بساعات نحن هون بالريف الشمالي الحمصي. من الساعة 10 للساعة 12 كانت الطيارات بشار الأسد عم تتفرغ من مطار الشعيرات، لأنه هن عطوا إعادة للروس، قالوا إن إحنا بنضرب بشار الأسد وفرغ المطارات. بالنسبة لترامب هو سوى هالحركة لاستقطاب الرأي العالمي، أنا بأيد إنه ما يضربوا لا مطارات ولا شيء، بس يسووا منطقة حظر جوي فوق سوريا أو فوق سوريا بشكل عام، يسووا حظر جوي، لأنه ضرب المطارات عم تخسر الشعب، هي للشعب المطارات ما أنا لبشار الأسد. والله هو لا رايح يعني ما هو اسمه انه ضرب ترامب، لو بده يضرب ويوقف معنا كان بعتنا مضادات نحن ضربنا، ما هو شيء هو ضرب، وعلى اساس انه ضارب دواعش ضربوا المطار تي فور 26 صاروخ وقفوا 6 اشهر، وهو ضرب 59 صاروخ ما وقف ولا 5 دقائق. والله بالنسبه لترامب انا عندي احتمالات كبيره انه راح يرد يضرب النظام ومره ثانيه وثالثه ورابعه. النظام بالنسبه للولايات المتحده انتهى. والله انا برايي انه الضربه لمطار الشعيرات اللي شنتها الولايات المتحده الامريكيه تغطي على جزيره الكيماوي، وشوف الضربات يعني على ضولنا صوره هاون 180 يدمر اكثر منه، انه هاي انا برايي بس تغطي يعني على جزيره الكيماوي مو اكثر، يعني مشان انه هيك الولايات المتحده ترى تحركت وما سكتت وضربت الاسد، الا هو كله كذب بكذب بكذب.